فعواطي بقول له يا رب يخد بابا فينا احمد، وقعت بقول له قوميني ما بعرف. يمكن تريح اللي حوالي كمان. قد ايه بدهم يضلوا يساعدوك يا اخواتك واهلك؟ قد ايه جوزك بده يضل يدين؟ اخر شي ببطل يمشي الحال. انا ولا مره قلت له اللي مرضت يا رب، ولا مره. أصلاً أنا عم بحكيكي وموجوعة، وجع كتير صعب، بدي يكون جبل الواحد لا يقدر يتحمل. أنت يا رب قادر تخلصني من هالأدوية كله. والله أنا ما بطلب غير أنه يتأمنوا أدويتي، وأنا مفروض بكرة يكون عندي جلسة رح أخدها ناقصة. اسمي إيلين، عندي ولدين. تم تشخيصي بمرض السرطان بنيسان 2021، بلش بنفخة بالبطن، يعني عوارض مصران عادي. رحت لعند دكتور كتبت لي فحوصات، وللأسف بيّن أنه معي كانسر، كانسر المبيض. انتقل لكذا محل وعملنا عملية استئصال كتير كبيرة، وربنا نجينا. وبعدين رحنا على العلاج الكيماوي، وتقريبا يعني بعد شهرين من العمليه بشهر 6/21 بلشت علاج كيماوي. هلا اول مره قدرت الوزاره تعطينا دواء كان موجود بهديك الايام، ولو انه مش كل الادويه بس انه دواء من الادويه كان موجود. وبعدين بلشت المعاناه. عمليه كان بلش بالمبيض، وبسبب انه رواياي معبيين مي فاضطروا يعطوني انتيبيوتيك واكسجين. كان اكسجين عندي كتير واطي 73، بعيد الجمعة تفشى زيادة، وصل على الرحم، وصل على الطحال، ووصل اخر شيء على غشاء المعدة، حتى غشاء المعدة شالوه. وعملية صعبة كانت كتير، 10 ساعات، 10 ساعات. ما كان حدا بيقول إلين بتخلص يعني من الدم اللي اعتزته، من القصص اللي صارت معي. عملت مثل ما بيقولوا اشتراكات بعد العملية، اجري الاثنين ورموا، وعملت شبه جلطة يعني. وضليت يومين نايمة على التنفس الاصطناعي، وبعدين وعيت ربنا وعاني يعني بده ياني ارجع. اول مرة عرفت انه معي كانسر طلعنا على ظهر الباشا انا وجوزي، عيد الكبير بنيسان، عيد الكبير ثاقبت، مسكرين كلهم، نطرنا بعد 2 البعوض تيفتحوا يعني. طلعنا الثلاثة على المستشفى، عملت سيتي سكان بالمستشفى، وكنت ناطرة بالأوضة تيطلع الدواء من جسمي، عم بشرب مي. بهيدا الوقت جوزي راح لعند الدكتور عم يحكي معه، بيقوم الدكتور بيقول له لجوزي مرتك معها كانسر. هلا جوزي قشط، ما تحمل الخبرية، بس ركض لعندي ركض واجا قال لي هيدا الدكتور اللي برا عم بيقول لي انه معك كانسر. فقلت له شو بدك فيه؟ بيكون مش عارف يقرا النتيجه. بس انا بصراحه قلت هيك لان جوزي معه بالقلب، ومن النوع اللي كتير بيعطي الهم وبيقشط يعني ما بيقدر يتحمل. بس انا انسايت كنت عارفه، لانه يعني هيك ما بعرف، احساس جواتي قال لي انه معك كانسر، النتيجه منا غلط مزبوطه. تقبلته بايمان للمرض برجاء. بس هيدي الفترة اللي قلت لك انه بعتذر انه قلتها للكلمة يعني، ويا رب تسامحني، انه فقد الايمان. كيف فقد الايمان؟ مش فقد الايمان، كانه عندي لوم عليه ليسوع، انه إيلين اللي طول عمرها بتصلي لك، ربت 6 اولاد مع امها، يعني حتى الناس اللي بتعرفني مستغربة ليش إيلين بدها تمرض. بس انا ولا مره قلت له اللي مرضت يا رب، ولا مره. بطلع لعند بان شربل ما بحكي معه، بركع وبصلي، بس بصلي وانا عم ببكي بدموعي. ليه بدي اسال هيدا السؤال؟ مين انا لاساله هيدا السؤال؟ ليه انا مش غيري؟ هو بيعرف، هيدا ارادته. شهر 1 كنت عملت فحوصات تقريبا على عيد الميلاد، يعني 2021 تقريبا بدنا نيجي عيد الميلاد. كان للاسف جرحي الاساسي تبول عمليه الاستئصال
انفتق بسبب المي اللي ببطني وبالرويه فتق الجرح. فكنا هيدا الشهر بدي اعمل عمليه عنه لان بدي بلش بالدواء الوقائي ما بيعود يلحم الجرح بيعمل نزيف هيدا الدواء. فارتحنا شهر تقريبا هي ريكوفري بعد عمليه الافتاق. وبهيدا الشهر على اساس صحينا يعني خلصوا السايكل خلصوا 6 مرات كيمو. برجع بيقول لي الدكتور بدك تعملي اعلان فحوصات جديد. قلت له ليه دكتور؟ قال لي بدي اطمن بالي اكثر. اوقات بكون شاكك بشي بخبي حاله. بدنا نعمل فحوصات على صحه السلامه. فبنعمل فحوصات وللاسف ببين انه رجع على الكبد بالغدد الليمفاويه ورا غشاء المعده بالبطن تحت الباط حتى وصل على رقبتي عمايله الشمال. هلا صغير بس انه واصل على الرقبه والرواية معبين مي. من المرض ماني خايفانه ولا خايفانه من الموت. يمكن قد ما قربت عليه صرت بطلت خايفانه منه كرمال هيك قربت عليه كثير ورجعت فماني خايفانه. واذا إذا الله معنا ليش بدنا نخاف؟ ما لازم نخاف من شيء. رح كون صريحة معك أوقات قد ما بنوجع بعد الجلسة يعني 3-4 أيام هيدولي عادة تاني نهار ما ببلش الوجع عاد 48 ساعة بس يمشي مظبوط بالدم ببلش الوجع. إيه أوقات بطلب منه ياخدني لعنده من ورا الوجع. وجع كتير صعب بده يكون جبل الواحد لا يقدر يتحمل. أصلاً أنا عم بحكيكي وموجوعة الوجع ما بيروح بضل موجود بس على الكيماوي بيزيد. يعني هلا انا متفشي حد الكبد وهيك هون كله بيوجعني ما فيني لا ابرم يمين لا شمال على ظهري بالليل وانا نايمه وحاطه ماش ببطني 30 × 30 سنتي. هيدا تاني سنه تقريبا تاني سنه وبعرف انه يمكن تطول كتير يمكن بعد تاخد 2 سنين تصح. فاوقات هيك بيني وبين حالي بقول لي تعبت لانه كثير صعب بس هو مش بحد ذاته انه اوقات بنسى انه مريضه. هو العواري تبع الكيماوي اللي صعب كثير ما فيك تقومي ما فيك تاكلي كل الوقت سوري استفراغ والعيان ونحن الشيء اللي بقوينا هو الاكل الاكل والسوائل. اذا ما اكلتي وما شربتي ما فيك تقومي على اجريكي لان ممنوع فيتامينز بيتعارض مع الكيماوي. ما فينا انا اخذ كيماوي من هون اخذ فيتامين من هون تقوي حالي ما في ممنوع. الفيتامين بتاخديه بعد ما تخلصي كيماوي وتصيري بمرحله العلاج الوقائي اللي بتاخديه كرمال ما ينتشر المرض. ايه ممكن يعطيك الدكتور مغنيسيوم فيتامين دي هيدا القصص بس ما فينا اخذ هلا شيء ليقويني غير الاكل والفواكه والهيدي وهدول اوقات ما عم بقدر اجيبهم انا كمان بصراحه وهذا شيء بيأثر كمان. يعني شو بدك تجيب الاشياء الضروريه يعني للعيله. اوقات نحن بشر بنضعف وبنحس حالنا فقدنا ايماننا. كيف انك بتبطلي اوقات تصلي او بتبطلي تطلبي بس هو عارف بقلب كل واحد شو فيه اذا انا مآمنه ولا لا اذا بدي ارجع صلي له ولا لا. انا امبارح انا خلقانه عيد الصليب امبارح كان لي فتره ماني طالبه منه ورجعت طلبت منه قلت له ما لي غيرك ما لي غيره. لما اوعى كل يوم الصبح اول شيء بشكر الله على يوم جديد بلش يوم جديد بحياته. انا عايشه كل يوم بيومه. من وقت ما مرضت قلت له بطل في شيء له قيمه بعيني اكيد غير عيلتي يعني ولادي وجوزي واهلي بس كل شيء يعني كل شيء بتشوفه بطل له قيمه. يعني لا مصاري لا سيارات لا بيوت لا ما في شيء اهم من الصحه. راحت صحتك ما فيك تعمل شيء. يعني بينما كنا نمشي من المتحف على الدوره صرنا مش قادرين نمشي من الصالون على المطبخ. انه بتعز الدنيا على حالك اوقات كمان
يعني بتعز الدنيا عليك انه كيف كانت وكيف صرت كله بظرف سنة ونص يعني سنتين. كل ما نعمل ملف وزارة وكل ما يعطيني الدكتور بروتوكول وكل ما نمشي بالسايكل 3 سايكل أو 6 سايكل بعد كل الفحوصات أكيد ما في أدوية، لا في أدوية بالوزارة ولا في أدوية برات الوزارة بالصيدليات يعني، لأنه ممنوع ينباعوا أدوية الأمراض السرطانية بالصيدليات العادية، صرنا نضطر نجيبه من برا بالدولار من تركيا. وإجت فترة صاروا يحذرونا أنه عم يجي دواء مزور فوقفنا قصة تركيا، صرنا نفتش أنه مين بصراحة بيقدر يعملنا واسطة تنسحب من الوكيل الجرعة تقدر اشتريها أنا، يعني حتى لو في مصاري عم تنزل لي كمان لحتى تقدر تشتري الدواء. ولحديت هلا كمان ما في دواء، يعني امبارح اتصلنا بالوزارة ما في ولا دواء، وأنا مفروض بكرة يكون عندي جلسة رح أخدها ناقصة 1000 ميلي جرام، يعني مش أنه 100 و200، الجرعة 1600 أنا معي 600، حدا تبرع لي فيهم كمان، يعني مش أنه لقيتهم بالصيدلية أو بالوزارة، مدام تبرعت لي فيهم لأنه خلصت هيدا العلاج. كتر خيره يعني بوجه له تحية والله يشفيها ويشفينا. وعم نعاني كتير يعني، غير أنه هلأ مقطوع الدواء رفع الدعم عنه بجزء كبير، ضل دواء واحد تبع الوزارة اللي عليه دعم المفقود والباقيين كلهم رفع الدعم واسعارهم كتير غالية. يعني انا كل 21 يوم بدي 16,300,000، هيدا اذا الدواء لقيته بصيدلية او عند الوكيل، اذا لقيته بدي 16,300,000، اذا ما لقيته بضل بلا جلسة وحالتي شوي حرجة. يعني اصعب شيء وقتها ما بلاقي الدواء، وقتها ما بلاقي الدواء كتير صعبة، يعني عم تنزلي حتى لو معك مصاري تشتري بتنزلي وما بتقدر تجيبي. وبحس انه في استنسابية، في واسطات كتير، في ناس بتاخد دواء في ناس ما بتاخد دواء، عرفتي كيف؟ ما بعرف مع مين لازم نعمل واسطة لنجيب الدواء، عن جد عم بحكيك. في ناس كتير خيرة بتساعدك، بس كمان ما في اكسس لأدوية السرطان للأسف يعني، وهيدا أحسن يعني حتى ما يكون في اكسس، ما فيك تشتريها من وين ما كان يعني. في ناس بتساعدك بتقلك أنه أنت دبري حالك يعني، بس ما بفوتوا بهيدا القصص أنه يجيبوا لك أن الدواء، ما في ولا جمعية بتجيب لك دواء. أوقات عم بفقد إيماني وعم بيقص، ربنا اوقات بحط لك اكيد ناس تساعدك بطريقك، بس كمان بتقطع فتره كتير كبيره بتحسي كل شيء مسكر بوجهك، يعني انه ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انه ايه اوقات احنا بشر يعني بالنتيجه بنضعف وبنخاف. عندي امي اوقات يعني بتضل تبكي وهيك، اخواتي عم بعيطوا علي وانا عم بعيط عليها، عم قلها باش احكيكي خلص، باش احكيكي على على الواتساب او شيء، انه بكون عامله جلسه بتعب كثير ما بعود اوقف اقدر اوقف على اجري. وانا مره من النوع اللي كثير بحب اهتم بكل تفاصيل العائله، يعني كل شيء مش عم بقدر على قدرتي، يعني ما عم بقدر نظف، ما عم بقدر اطبخ اوقات، اخواتي عم يجربوا يعني واقفين حدي بس ما عم يجربوا حسسوني انه انا مريضه، يعني ما بجيبوا كتير سيرة الموضوع، وأنا ما بحب كمان فكر فيه الموضوع كتير، يعني فضل حدا يقول لي الله يقويكي وتضلك بصحتك أحسن ما كل شوي يقول لي الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك، عرفتي كيف؟ لأنه بتضلك هيك ذاكرتي يعني، ما عم بجرب أنساه هيك بتغلب علي، وين في شيء بضحك شيء بجرب أسمع ميوزيك، بجرب أحضر تي في شيء بضحك مش شيء دراما يعني، كمان ما يأثر زيادة على نفسيتي، لأنه بكفي الوضع العام كله مأثر علينا كلنا. الأولادي مش أنا خبرتون، ما بعرف بصراحة ما بعرف ولا مرة سألتون مين قالكون أو مين خبركون أو شيء، بس لما لك أول فترة أنا ضليت شهر بالمستشفى بعد العملية، يعني قعدت تقريبا قعدت شهر بالمستشفى قبل العملية بجمعة، نطروني جمعة اللي عملوا لي عملية الاستئصال، وبعد العملية 21 يوم قعدت بالمستشفى.
فطلعت طلعت إنساني تاني أكيد، تحسب كيف بيقولوا قبل وبعد، عرفتي كيف؟ طلعت إنساني تاني. هلا بعتقد أنه اللي خبرهم هو جوزي وأهلي وماما، يعني خبرهم بطريقة أكيد هيدي، بس أنه ولادي واعيين واسم الله هالجيل كله صار يعرف من وراء الإنترنت وبشوفوا هني ناس مرضى على تيك توك. وبدي أقول لك يعني أنه هني بقووني كتير، يعني ابني دايما بيقول لي رح تخلصي منه لهيدا المرض، أنت قوية وأنت فيكي تخلصي منه لهيدا المرض. خلص حاجة تغنجي ماما، ما تقولي موجوعة، ما تقولي موجوعة. وبنتي كمان نفس الشيء، اثنيناتهم بقووني، بقووني كرمالهم كرمال استمر كمان. بعد العلاج الكيماوي يعني بس اوصل على البيت دغري ولادي بيركضوا لعندي بيقولوا لي ماما الحمد لله على السلامة، اليوم كيف حسيت؟ عملتي الرجي على شيء؟ كان في فترة عم بعمل الرجي كتير على دواء معين فوقفني غيرني. على اول شيء بيكون ما في شيء، يعني ما في وجع، بعد 24 ل 48 ساعة ببلش بس يفوت بالدم مزبوط، هيك ببلش العوار الطبولو. بكون انا اخذ احتياطاتي من ادوية اللعيان وهيك قصص، بس اوقات ما بتفيد، بكون الدواء اقوى منه. فبجرب ما خليوني يشوفوني وانا بعيد لحالي، فضل كل واحد يضل قاعد بقطه او عم يحضروا يوتيوب، يتسلوا على التيفي، يحضروا شيء، عرفت كيف؟ فضل ما حدا يشوفني بهيدا بهيدا الكام يوم بعد العلاج الكيماوي. بكون تعبانه كثير، بتضايق لما يشوف، لما بنتي مثلا تفوت اوقات بكون عم بستفرغ او شيء، بتركض وراي بتقلي ماما بليز بدك ساعدك بشيء او بكي شيء عايزه شيء، بس انا بعيط عليها بقلها ظهري ما بدي هيك تشوفيني بهيدا المنظر، بدي ما بدي هيدا الصوره تعلق براسها وتكبر عنه فكره المرض. يعني ما بدي، قلت لها يعني اعتبريني عم بستفرغ عادي، يعني نسي انه ما تفوتي لعندي بتكون هيك بهيدا بهيدا الحاله، يعني بتضايق من حالي اوقات، انا هيدا هي الكلمه، بتضايق من حالي لما اكون هيك، لانه قد ما تكوني قويه يعني قويه يعني كنت تمشي مسافات وتنطي وتركضي وفجاه تحسي حالك عاجزه منك قادره تعملي شيء، كثير صعبه، موقف صعب يعني. بتصيري تتذكري حالك كيف كنتي قبل وتقارني حالك بين قبل، مش قبل كثير، قبل سنه ونص، وكيف هلا بالمرض يعني، فبتعز عليك الدنيا يعني. حي الكنيسه فشخه هون، ما بقدر اوصل عليه، مو معنا سياره نحن، ما بقدر انزل بالنزله لاروح على الكنيسه صلي. اوقات بطلب منه ياخذني تارتاح من كل شيء. يمكن تريح اللي حواليك كمان. قد ايه بدهم يضلوا يساعدوك يا اخواتك واهلك؟ قد ايه جوزك بده يضل يدين؟ اخر شيء ببطل يمشي الحال. وبعدين كمان هي الذل، يعني واحد كرامته يعني انه تخيل اسمك يا ربنا ما بكفي مريضه، بدك تعتني هم الدواء، كيف بدك تجيبي حق الدواء حتى تروحي تاخديه وتنوجعي؟ فاوقات بقول له يا ربي خد، ما بقى فينا احمل. واوقات بقول له قويني، ما بعرف. بس كنت بالمستشفى كانت تبكي كثير، تفوت على الاوضه وتسكر على حالها الباب، ويجي خيها يقول لها ليه ما بقى تبكي؟ بكره ماما بتطلع، بكره بتشوفيها ان شاء الله بتصير منيحه. وانا لانه ما عندي مناعه وماني كمان متطعمه كرمال كورونا، فلما عملت كورونا فتت 8 ايام على المستشفى. كمان هي هون يعني لما ما بتشوفني وممنوع تزورني وممنوع يعني بس على الفيديو كول، كانت متاثره بالنتيجه صغيره يعني. يعني من سنتين كان عمرها 9 سنين لما مرضت، هلا 11 سنه يعني بعدها طفله. لازم ابدا
اتأخر ولا اي جلسة. هيدا الشيء عم بيخليه ينتشر زيادة معي، خاصة انا عملت فحص الجن وطلع عندي منو وراثي، يعني اجا معي فجأة، منو ماني اخدته من عائلتي او ما بنقله لعائلتي كمان. فحص البراكة 1 و 2 عملته وطلع منو يعني بالوراثة اخدته لهيدا المرض. إله سلبياته وإله إيجابياته، مثل ما قال الدكتور. إيجابياته أنا ما بعطيه لعائلتي، بعدين ما بنقله لعائلتي وما بيجي على الصدر كمان، لأنه سرطان المبيض كتير كونكتد مع البريست كانسر. يعني بالعادي بس مدام يصير معه أو بنت سرطان المبيض بعد كم سنة بنتقل تلقائياً للصدر. فلما بتعمل هيدا الفحص بيبين أنه ما بينتقل كمان، إله سلبياته وإله إيجابياته. أنا أكتر شيء بأثر فيه الأولاد الصغار اللي عمرهم شهرين وثلاثة وأربعة، وأوقات بنزل على الجلسات بلاقي ناس جديدة إن كان كبار أو صغار، منواسي بعضنا، منتعرف أول شيء على بعض إذا أكيد حاطينا يعني بأوضة حدا جديد ما بعرفه. وبالإجمال كل مرة في حدا جديد، يعني قليل أنه أوكي بعرفهم قدام، بس دايماً في حدا جديد كل جمعة أو جمعتين في ناس جديد. كتران كتير هيدا المرض للأسف. منحكي عن بعض، أنت شو معك، أنا شو معك، أنت شو معك، أنا كيف وأنت كيف. منواسي بعضنا أنه في ناس اكتشفت مرضها هلا، يعني بعده بأوله. وبصراحة قليل يعني اللي شفت حالات مثل حالتي. أنا نسيت لكم أنه أنا اكتشفته بآخر التالت، يعني بدي شعره بصير بالرابع. فربنا أكيد كان كمان عنده هدف يعني تعلمني. أنا كنت بالكنيسة لما نفخ بطني على الآخر، كنت أحد الشعانين. وتاني نهار بلشنا أسبوع الألام وبلش ينفخ بطني أكتر، حسيت أنه في شي غلط. فأنا كان على شعره يعني بصير بالرابع، ما بعود ينفع لا كيماوي ولا تعتير دغري على المورفين يعني بتروح. فنشكر الله كل شيء. في كتير أولاد صغار يعني شهرين وثلاثة وسنة وسنتين، أوقات بيكونوا موجودين معنا دايما بالطابق، أوقات في ناس جديد بتشوفهم يعني كل ما بتروح تتعامل جلسة دغري بقرب لعندهم وبحكي معهم وشو حبيبي كيفك موجوع. بحسهم هني بقووني، بس كتقلين حاجة تنقي تاكي قد عمره، عرفت كيف؟ حاطت المكنة وقاعد عم ياكل سوسات عم ياكل هيدي، بس كنت قالين انه ما بقى تفتحي تمك عيب عليكي، مع انه انا بفتح تمي بيني وبين حالي، يعني ما بفتح تمي قدام حدا. حتى الكل بيقولوا لي قالين بس حدا يشوفني بيقول لي ما حدا ما ببين عليك انك مريضة اول شيء، وتاني شيء ما بتفتحي تمك ولا مرة قلتي عنه لا انا مش غيري. ما لي حق اسأل هيدا السؤال، ربنا هو اللي بيعرف الآن مين هيك ومين مش هيك. يعني ما خسرت حدا بعرفه هونيك، وبتمنى أنه ما أخسر حدا بعرفه هونيك من الناس اللي تعرفت عليها أو من اللي حوالي يعني رايبين أو شيء. بتمنى ما أخسر حدا. قبل ما نام بالليل دايما بطلب منه أنه يصححني ويشفيني، لأن هو قادر على كل شيء وقادر أنه يخلصني من كل هالأدوية. ودايماً وأنا رايحة على الجلسة قبل ما أوصل على المستشفى تكون حاملة، إذا الأدوية معي موجودين حملتهم بالبراد، بتطلع فيهم وبطلب منه بقول له أنت يا رب قادر تخلصني من هالأدوية كله وتخليني ما بقى أتعذب وأنزل. هذا اللي بطلبه منه. أول مرة قلت نصيبي هيدا قدري من عند ربنا ورديت فيه ومتقبلته أنا، يعني ماني خايفاني منه حتى. تاني مرة كانت أنه مثل أصبت بخيبة أمل، يعني أنه حسيت حالي صحيت بعد 6 سايكل كيمو، وطلع لا أنه هيدا المرض نفسه طويل، ببين أوقات أنك صحيت منه بس مش بسهولة أبدا. يعني بدك تعطيه وقته، بدك تعطيه وقته بالعلاجات وبالتريتمون، وبدك تعطيه وقته كمان بالنفسية تكون كتير ما تعصبي ما تزعلي،
وهيدي اشياء كلها مش عم تساعدنا يعني بوضعنا بالبلد. ما فينا ما اعتلهم يعني، ما فيك ما تزعلي وما فيك ما تعصبي، وهيدا المرض مشكلته انه لا بدك تعصبي ولا بدك تزعلي. هلا منقول كتر خير الله على كل شيء، ويمكن عطينا درس لكتير ناس من وراي، لانه اوقات قد ما تسمعي انه في ناس مرضوا، بس لما يصير عندك بالبيت المرض اول شيء كل شيء بيصغر بعينك، ما بيعود في شيء له قيمه بالحياه. مزبوط مزبوط، اهم شيء الصحه، ما بيعود في شيء له قيمه. وبعدين اهلك ورفقاتك والمعارف والاصدقاء بصيروا ينتبهوا اكثر على صحتهم، لانه يعني كان يعني ما كان حدا متخيل انه انا امرض يعني، ومرضت. فصاروا هني كمان يطلعوا للحياه بطريقه تانية يعني. اولهم اخواتي، انا عندي 6 اخوات اصغر مني، انا الكبيره يعني. اولهم اخواتي صاروا ينتبهوا على صحتهم اكثر، اذا حسوا بشي يروحوا لعند الدكتور. مع العلم انا كنت قبل بشهر عند الدكتور، لان قلت لك عوارض وعوارض، كانه معك مشكله بمصارينك نفخه وما بتقدري تفوتي على التواليت وهيك، عرفتي كيف؟ فرحت لعند دكتوري اول شيء، قال لي كل شيء نورمال معك جينيكولوج، وحولني لعند رفيقته جاسترو. بس هي شكيت انه في شيء من طريقه فحصها لبطني، وهيك بطني هالقد، قالت لي في شيء ما انه طبيعي إلين. بس بصراحه انا تاخرت كمان تعامل للسيتي سكان، بلوم حالي اوقات انه كان لازم، يمكن ما بعرف شو اعمل، اخرب الدنيا. كان وضعنا كتير صعب، والسيتي سكان بهديك الوقت بتكلف شي $200 يعني، بس على لبنان يعني، ما كان الدولار مثل هلا. تاخرت انا تعملت السيتي سكان، تاخرت شهر تعملته. كان يمكن اذا عملتها قبل اتوقع انه ما ينتشر على كذا محل يعني. اوقات واحد هو بيغلط من ايده. انا بحس انه بعد في عندي شيء ما عملته. بطلب دائما من ربنا يعطيني هيدا النور يعني اللي بقلبي اول شيء قبل ما يكون بعقلي. تا يعني لازم روح على الكنيسه اعترف، اسال شو القصه من هنا. بس كمان اوقات بفكر يمكن صار معي هيك توعي غيري، اولهم اخواتي واهلي والقرايب والمعارف، توعيهم انه اذا حسيتوا بشيء روحوا اعملوا فحوصات، ما تزعلوا، ما في شيء بيستاهل، ما تزعلوا ما تعصبوا. برجع بقول ما تزعلوا ما تعصبوا، بس اوقات الواحد مش بايده، ظروف البلد مش مساعدتنا نكون مرتاحين. واوقات بفكر انه يمكن ربنا شايل لي شيء حلو اكيد لقدام، يمكن يبعث لي حدا يتبناني يحكمني برا شيء دولي، يمكن يصححني، قادر على كل شيء لعنه. يمكن هلا بس اعمل فحوصات بعد شهرين يطلع المرض راح. اوقات بتفقدي ايمانك من ميلي، بس ربنا بيرجع بقويك وبيعطيك امل جديد لحتى تضلك واقفه على اجريك، كرمال هالولاد، كرمال جوزي المريض كمان. والله انا ما بطلب غير انه يتامنوا ادويتي يعني. عن جد مثل ما قلت لك، فوق تعبنا الجسدي والنفسي يعني، نفسيتنا عم تتعب كتير، ويمكن اوقات بتفقدي ايمانك وبتفقدي صبرك، بتيأسي لانه ما في شيء عم بيشجعك لانك تكفي يعني. مش هو الدواء اللي بدك تاخديه تتصحي؟ طب ما انه موجود، كيف بدها تكون نفسيتك منيحه؟ بالقليل هيدا الدواء اللي بيصححك اللي بيعالجك. اوكي صار في ادويه كتير بتساعد يعني وبتصححه حسب كل حالي. في ناس بتاخد الدواء تتعيش تطول بعمره، وفي ناس بتاخد الدواء تتعالج. انا من الناس اللي عم باخد دواء تتعالج، بس اذا ما اخدته حالتي بتصير سيئه يعني، بصير عايشه هيك بس يعني، عرفتي كيف؟ عم يتفشوا. ما بعرف في دوله عنا نحن اصلا، بحسهم بس قاعدين يمشوا مصالحهم. كلهم اسم الله حالتهم منيحه، شو بصير اذا حدا منهم او 2 أو 3 عملوا صندوق لمرضى السرطان يدعمونا بالادويه؟ ما بدنا مصاري، جيبوا لنا ادويه بس، هيك بنترحم عليهم بس يموتوا، او بندعي لهم بطوله العمر.
مش احسن ما ندعي على عيون؟ ما بعرف هيك بحس انا، يعني في دوله محترمه يعني بعد بتخلي اولادها وابنائها يموتوا لانه ما في دواء؟ منن قادرين يجيبوا احساب الدوله مفلسه او منهاره، يقوموا بمبادرات فرديه. ما المغتربين عم يعملوا مبادرات فرديه تيقدروا يدعموا اهلهم بلبنان ليضلوا واقفين على اجريهم. شو بصير اذا عملوا شي صندوق ما يعطوا مصاري يجيبوا لنا دواء؟ مثلا ياخذوا الكا تبعولي والكيس تبعول غير مرضى، كل واحد شو بده ادويه يحطوا بالاسم، الين تجي تاخذ الدواء تبعولها، فلان يجي ياخذ الدواء تبعوله، او يبعثوا لنا اياهم على المستشفى حتى. هيك لا مننزل ولا منتعب فوق مرضنا وفوق تعبنا الجسدي والنفسي، على القليل بضل عنا شوية كرامة بس نعيش فيه، بننزل بناخذ جاراتنا وبنيجي بنرتاح ببيتنا. بس للأسف كنا عم بحلم أنا يعني، أو بدنا نطلب من شي دولة غريبة تتبنينا وتساعدنا بعلاجنا كرمال بس نقدر نربي أولادنا ونستمر. عيب يعني، ما صارت القصة قصة شحادة يعني، بس شو بدنا نعمل؟ ما بتمني العدو هيدا المرض، ما عندي أعداء الحمد لله، بس حتى لعدوك ما بتتمني هيدا المرض، ما بتتمني، وما لازم يجي سيرته على لسان حدا أصلا، بحسه فعل أنا. الله يبعده عن كل الناس، عنكم وعن جميع الناس، إن شاء الله ربنا بيقضي عليه وبينمحى من الوجود هيدا المرض. هيدا المرض بدي أقوله سوري، بس بحسه أنا في علاج لإله، بس هي القصة قصة التجارة، لأنه الأدوية من أغلى العلاجات يعني. هيدا يعني أنا أدويتي الحمد لله محمولة سعره، بس الله يساعد الناس اللي أدويتها بالألفين دولار وأكتر، لأنه كل كيس وكل حالة وكل نوع له دواء معين. فالحمد لله كل شيء يعني، بعدني محمولة قدام غير ناس بتمنى لهم للمرض اللي مثلي الشفاء، وأنه يضلوا قوية وربنا يقويهم عليه لهيدا المرض، وأهم شيء ضلوا يضحكوا إذا فيهم ضحكة كتير منيحة.